مرحبا باهل المكارم واهل كبار الفعايل باسم طيب الوقفه اللي كل فخر تنتمي له في حافل راع المواقف والحمايا والجمايل والله الحمد عزوم للفخر دايم تشيله. مرحبا باهل المكارم واهل كبار الفعايل باسم طيب الوقفه اللي كل فخر تنتمي له في حافل راع المواقف والحمايا والجمايل والله الشجاع اللي فعوله ما تصد ولا تمايل والكريم اللي يدينه لعطت حاجة جزيل أشهد إن حامد مراجل وفت عرف وخصائل الحمية متعد وفيه مصباح للدخيل فارق من ندر فعله بالفخر عن كل جيل وذكر ابوها اللي بقى بالخير في روس الطواي مده اللي في الطوال وصيته اللي نعتزل والعمام أهل الجميل والخوال حزام ظهره فشداد وفصقايل هم سنده وذخر وقته كل حمل يرسل مكرمين الضيف واهل الطيب جزلين العمايل مبتلين الفخر دايم من عالها مطويلة بالفعل وبالمواقف ما تبي رجل بديلة. مرحبا باهل المكارم والكبار الفعايل باسم طيب الوفا اللي كل فخر تتميل في حفل راع المواقف والحمايا والجمايل والله الحامد عزومه للفخر دايم تشيل الشجاع اللي فعوله ما تصد ولا تمايل والكريم اللي يدينه لعطت حاجة جزيل أشهد الحامد مراجل وفت عرف وخصائل بالحمية متعز وفيه مصباح للدخيل فارق من ندر فعله بالفخر عن كل جيل وذكر ابوها اللي بقى بالخير في روس الطواي مده اللي في الطوال وصيته اللي نعتزل والعمام أهل الجميل والخوال حزام ظهره فشداد وفصقايل هم سنده وذخر وقته يرجى مراسلتنا على الواتساب مكرمين الضيف واهل الطيب جزلين العمايل مبتلين الفخر دايم من عالها مطويله بالفعل وبالمواقف ما تبي رجل بديله.